سألت عن عدة أحاديث تقول مثل سبحان الله وبحمده من قالها 100 مرة وليست له نخلة في الجنة. الحديث ليس 100 مرة، الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، إذا قالها مرة واحدة، فإذا قالها 100 مرة غرست له 100 نخلة. وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب المرتب على التسبيح. التسبيح عبادة عظيمة، ولهذا اختارها الله عز وجل للمخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لماذا اختار الله تعالى التسبيح؟ لماذا لم يقل وإن من شيء لا يكبر، أو وإن من شيء لا يهلل، أو من شيء لا يحمد؟ اختار الله تعالى عبادة التسبيح، وإن من شيء لا يسبح بحمده، وذلك لشرف التسبيح وعظيم شأنه. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص على أن يكثر من التسبيح سبحان الله، أو الأحسن يقول سبحان الله وبحمده، هذا هو الأكمل والأفضل. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالإنسان يستطيع أن يكسب أجورا عظيمة ويكسب حسنات كثيرة بهذا التسبيح. ومثل ذلك أيضا التحميد والتهليل والتكبير، حتى لو كان الإنسان يعمل، يعني حتى المرأة الآن في المطبخ، حتى الإنسان في مجال عمله في السيارة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها، يكسب بهذا حسنات عظيمة ويكسب بهذا أجورا كبيرة.